بيفتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين النهاردة أكبر مركز تدريب إعلامي وصحفي بالشرق الأوسط، وده بمقر نقابة الصحفيين وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. نقيب الصحفيين قال إن المركز هيكون نقلة نوعية كبيرة في تدريب الصحفيين وتطوير المحتوى، والمركز هيضم أحدث قاعات للمحاضرات ومعامل لغات وقاعة للتدريب على صحافة السوشيال ميديا والصحافة الإلكترونية. طيب الموضوع أكيد مهم وعايزين نعرف تفاصيل أكتر من خلال الأستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بينضم لنا هاتفيا. أهلا بك يا أستاذ عبد المحسن. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. صباح الخير يا فندم، أهلا بك. صباح الخير. الصحفيين أو أي كادر في المجتمع أكيد بيحتاج للتدريب المستمر، حضراتكم من خلال المركز المستحدث إيه أبرز الخدمات يا أستاذ عبد المحسن اللي هتقدم للسادة الصحفيين؟ شوف حضرتك أنا بشكرك جدا، وأنت قلت حاجة مهمة في الكلام، إن الصحفيين في المجتمع كله إحنا بنحتاج للتدريب. نعم. التدريب فريضة للأسف غائبة في المجتمع المصري. مهم جدا فكرة التدريب والتأهيل، لأن بقت المتغيرات سريعة جدا وأسرع مما أي حد يتخيل. وكلنا محتاجين نتدرب، كلنا، مفيش حد كبير على التدريب يعني. أكيد. ولا حد كبير على التعليم، ولا حد كبير على إنه يعرف ويتعلم ويتدرب ويفهم، خاصة إذا ما بتكلم على فئة اللي هم اللي بيتقدموا للعمل اللي هم الشباب والخريجين الجدد. وبالتالي احنا محتاجين ندرب الفئات دي بشكل كبير جدا، خاصة برضو ان الاعلام متغيراته في منتهى السرعة. نعم. المتغيرات دلوقتي في الاعلام اسرع مما اي حد يتخيل، في مجال الصحافة، في مجال الاذاعة، في مجال التلفزيون، بقت متغيرات سريعة جدا جدا. فالمعهد انشئ لهذا الغرض، أن يواكب المتغيرات السريعة في مجال الإعلام، صحافة، إذاعة، تلفزيون. عشان كده عاملين أحدث النظم التدريبية في كل المجالات اللي أنا قلت لحضرتك عليها. عندنا أحدث استوديو إذاعي تدريبي، عندنا أحدث استوديو تلفزيوني تدريبي، عندنا أحدث استوديو تصوير فوتوغرافي تدريبي، عندنا قاعات للتدريب على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى صحافة المواطن وعلى الصحافة الإلكترونية، عندنا صالة تحرير للصحافة المطبوعة اللي هي البرينت ميديا موجودة عندنا، في معامل للغات، كل ده مجهز بأحدث التجهيزات، بالكمبيوتر، بشاشات العرض، بكل الوسائل اللي بتساعد على التعليم والتأهيل. عندنا جزء مهم كمان، فكرة متحف، ان احنا فكرنا نعمل متحف داخل المعهد، في المعهد، وده هيبقى برضو بعد تجهيزه إن شاء الله هيبقى ده، يمكن ربما يكون ده تاني معهد للصحافة والإعلام بعد المعهد الموجود في أمريكا، بعد المتحف الموجود في أمريكا. عاملين نقلة كبيرة جدا إن شاء الله، يبقى ده حاجة مهمة لأولا العاملين في قطاع الصحافة والإعلام، وغير العاملين بقى للمتقدمين الجدد، لأن احنا هنفتحه للطلبة، هنفتحه لكل الخريجين الراغبين في التعليم والتأهيل، هنفتحه للعرب وللأجانب والأفارقة. ما شاء الله. بعد كده هتبقى شهاداته شهادات معتمدة، هنعمل اتفاقيات مع معاهد أجنبية متخصصة في هذا الإطار، بحيث ان احنا يبقى في تبادل خبرات وتبادل يعني زيارات ما بين المعهد وما بين تلك المعاهد المختلفة، بحيث ان احنا نوصل يعني لارقى مستوى. والمهم والتحدي اللي انا بقوله لنفسي وبقوله للاخرين الزملاء في مجلس النقابه وفي نقابه الصحفيين، ان احنا ازاي نحافظ على هذا التحدي، بان احنا نخلي ده يعني نعمل له مجلس امناء ان شاء الله بشكل مستقل يقدر يديره. ده بخلاف مجلس النقابه يا استاذ عبد المحسن؟ ده ملوش دعوه بمجلس النقابه، ده يبقى مجلس النقابه مشارك فيه طبعا، مجلس النقابه هو السلطه الاعلى في النقابه طبعا، مش عايز كلام، لكن زي مثلا مع حضرتك احنا عندنا في مؤسسات، بس المجلس ممكن يكون ليه دور في اختيار الاعضاء بقى اللي بيشكلوا المجلس الجديد. هنعرض على الزملاء في المجلس، لان زي ما عندنا مثلا في مؤسسه الاهرام، مؤسسه الاهرام لدينا جامعه الاهرام الكنديه، تمام، بصفتي رئيس لمجلس اداره الاهرام، مش انا اللي قاعد بدير جامعه الاهرام الكنديه، أنا رئيس مجلس أمناء جامعة الأهرام الكندية،
اللي هو قاعد بيخطط وينظم وده مجلس مثلا اقول لحضرتك فيه مين، لان ده برضو مش اعضاء مجلس الاداره، هم اعضاء مجلس الامناء. اعضاء مجلس الامناء ده في المهندس ابراهيم محلب، في الدكتور مفيد شهاب، في الدكتور هاني هلال، في الدكتور قامات كبيره ده. قامات كبيره يعني على المستويات المختلفه الحقيقه. بالضبط يعني قامات واسماء كبيره جدا، في الدكتور احمد درويش، مش عايز اتحدى عدد كبير، في الدكتور عمرو الجرحي، في عدد كبير من المتخصصين والمحافظين مش يعني هنا نجاح فكره نموذج جامعه الاهرام الكنديه ممكن يطبق بشكل مختلف. ده اللي احنا عايزين نعمله على المجلس الجديد. انا بحلم بيها انه تطبق على معهد النقابه، معهد التدريب اللي موجود والتاهيل اللي موجود في النقابه، بحيث انه يبقى يعني مناره اشعاع لكل العاملين في مجال الصحافه والاعلام وكل الراغبين في التدريب والتاهيل. طب استاذ عبد المحسن، كده حضرتك اكيد الصحفي اللي معاه كارنيه نقابه هيدخل عند حضرتك وياخد تدريبه الكافي بشكل ما فيش فيه اي مشكله. لما يكون عندي خريج ممكن يلتحق عند حضرتك ازاي في المركز الجديد؟ بالضبط، مع ده هتتعمل بقى حضرتك دورات وهيبقى معلن عنها، بيبقى من حق كل الناس، كل البقول زي ما حضرتك قلت لحضرتك الافارقه والعرب والمصريين والطلبه كل الفئات انها تلتحق بهذه الدورات، او يتم اعداد دورات خاصه لمجموعات معينه. يعني نفترض مثلا جامعه سين مثلا قسم الاعلام فيها حابب يعمل دوره متخصصه للصحافه الالكترونيه، فممكن نعمل له ننظم له هذه الدوره المتخصصه لهؤلاء الطلبه في جامعه سين او صاد. طيب بالاضافه الى الدورات المتخصصه عندي بقى دورات بتبقى معلن عنها ومعروفه، هيتم الاعلان عنها، عندنا دوره في كذا، عندنا دوره في السوشيال ميديا، عندنا دوره في الصحافه الالكترونيه، عندنا دوره في الاذاعه، عندنا دوره في التلفزيون، هيعلن عنها، هتبقى مفتوحه للكل برسوم معينه، بحيث ان احنا نقدر زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا في الاخر انا بتمنى ان تكون لدينا شهادات معتمده ومعترف بها من معاهد ذات شان متقدمه في الدول الاخرى. طيب بعد كده الخريج اللي هو بيود ان هو يعمل في الصحافه وبيود ان هو يكون عضو في نقابه الصحفيين، لابد ان هو يمر على هذا المركز ولا مش شرط؟ ده ضروري. لا ده من ده لازم حاجات الاشياء الاساسيه ان كل اللي هم الراغبين في التقدم لعضويه نقابه الصحفيين لابد ان يجتاز الدوره المؤهله لذلك في المعهد، ودون ذلك لن يلتحق ولن يدخل لجان القيد المقرره، ده شرط اساسي. طيب انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا، ونشوف المركز بافضل شكل ممكن ويقدم لنا كوادر محترمه على المستوى الاعلامي والصحفي. بشكر جدا استاذ عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين، كنت معنا هاتفيا، الف شكر لوجود حضرتك معنا.